الاستقرار هو الدور السعيد. ماما. نعم. كان في عند بابا بدلة بيش كده، فين هي؟ ايه بنت اللي انت ماسكاه في ايديكي ده؟ ايه بشوف حاجة لفؤاد يلبسها عشان الحفلة. ليه هو فؤاد اسم الله عليه رايح الحفلة معانا؟ اه طبعا جاي. جاي ازاي؟ احنا ما عندناش غير دعوتين. افرضي خدناه بقى ان شاء الله بسلامته وما لقيناش تذاكر نحطه على الباب وناخده واحنا راجعين. طب هي مش خالته كان برضه هي بعت لها دعوتين؟ اه. بس انا سمعت ان هبه جاي. يوه طب وبعدين؟ مش عارفه. خلاص خلاص اتحلت. خدي جوزك فؤاد المحروس وروحي انتي وانا ان شاء الله عن اللي جابوني ما اروح. ترتاحي بقى. والله العظيم انا حظي قليل في الدنيا دي. نفسي مره اروح في اي حته ولا اعمل اي حاجه اشم نفسي. كلهم بيعملوا اللي هم عايزينه وانا اللي قاعده هنا. خلاص يا بنت انت ما صدقتي مناحه وتنوحي. اخرسي بقى شويه. يا ساتر يا رب كاتك القرف. انا اكلم هبه. طب البدله البيش فين؟ البدله البيش؟ وانا ايش عرفني يا بنتي وانا بلبس البدل بتاعت ابوكي؟ ايش عرفني اذا كان سابها ولا خدها؟ الله يحرقه بجازه وراخ. طيب انا هروح اشوف حاجه في دول تنفع. هي الحاجات متظبطه على فؤاد من فوق بس البنطلونات مش عارفه فيها ايه. اه طبعا من فوق متظبطه بس من تحت عنده ديدان فعلشان كده ما بيتخنش بياكل ليل ونهار من فلوسي وما بيبانش عليه. الله يحرقه بجاز ويقطعه. انت يا هند انت يا بنت ترجعي هدوم ابوكي نظيفه فاهمه ولا لا؟ اسمعي ما اقول لك ابوكي ما بيحبش حد يلعب في حاجته. يا بنت ردي عليا. يلا بقى دخل القميص كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. خرابي ده بيلق. استنى. أيوه بيلق الفوقيها بقى. استنى استنى. طب خدي أصل رجيها كده ولا اعمل أي حاجة. جميل دلوقتي وزي الفل. استنى. جميل إيه بس؟ جميل إيه؟ استنى بس. وبرضه في حد كده؟ في حد كده؟ ما أنا كنت جاي لك قد كده. ما بتأكلونيش أعمل لكم إيه؟ ماشي هنبقى نأكلك. استنى. استنى أثبت بس. أهو. خلاص يا خالته. مش فارق أصلا بس على فكرة دي اسمها تناحة. هو ايه اللي انا بخرج كل شويه وحد قال لها ما تخرجيش واحنا مالنا؟ لا 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 انسي انسي انسي. خليها لا تقعد بيه. دعاء الناس لو عندها امتحان. خلاص يا خالته مش هروح بس مش هقعد بحد. لا يا خالته يا خالته انتوا بتحركوا اختك وبنتها دول تونح حقتنا احنا ناس في العالم. لا 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 ايه في ايه؟ وحياة ربنا دول اغبياء وفظاع وتونحه. وطي صوتك ايه اللي حصل؟ هند وزفت رايحين وواخدين الدعوه بتاعتي. لا يا شيخ. هو انا لا يا شيخه؟ هم قرروا من نفسهم ان انا مش رايح عشان انتي زفت بتاعهم وخدته. عماله تقول لي اصل انتي بتخرجي كتير وهي غلبانه ما بتخرجش. يخرب بيت الغتاته. مشي الموضوع بقى انا مش عايزه مشاكل مع خالتك. ماشي يا ماما خافي منها وانا عيني اتحرق دمي من فؤاد اللي عايز يروح الاوبرا لعمره اساسا ما شافها في حياته. وبعدين معاكي صوتك عالي قوي. احسن خليهم يسمعوا. يا نهار اسود عليكي. عليه يعني انا عايز يسمع مزيكا. قال ارهنك على ايه اساسا ان هو رايح عشان فاكر ان في عشاء بعد الحفله وهتشوفي. مش معقول مش معقول. بوبي يا نهار اسود يا نهار اسود والله ما هيحصل. حبيبه خالته. لا خلاص يا خالته والله بجد. نن عيني ولا شموع ولا الشموع عشان خاطري. خلاص يا خالته. طب اقول لك هديكي 100 جنيه. مش عايزه منكم حاجه. ده هند غلبانه والله. هو انا يعني اللي صاحبه عطيان يعني يا خالته؟ طب اقول لك ايه؟ ربنا ما يجعل حظك زي حظها ابدا. انت غلبانه عشان خاطر خالته ليلى. هقول لك خدي ال 100 جنيه واطلبي ديليفري. طب بلاش كوكي والنبي يا خالته بلاش كوكي. اهو ساكت اهو واللعبتين معاكي. ديتها ساعتين ساعتين وربع وتلاقيه نام على طول. بس تغني له هينام على طول صدقيني. خدي اللعب بقى معاكي. هاتي ال 100 جنيه او اي حاجه تيجي منك. وهنا فين؟ بره يا بنت بقى خلاص. تعالي يا لولا اختاري لي طرحه ولا اجيب حاجه من جوه. اه ولا طرحه في دول تنفع. كمان الجزمه اللي انت لابساها دي ما ينفعش تروحي بيها الاوبرا. يلا لحسن هند وفؤاد مستنيين في العربيه. طب معاكي بارفان؟ اه معايا. بس تكون حلوه. اه دي هلا جايبها لي وبتقول لي غاليه قوي. جربي. جرب. اه رشراشي رشراشي عشان لما تقابلي حبيب القلب. الله عيب عليكي ده راجل محترم ومتجوز.